في الحقيقة مهرجان العلمين في دورته الثانية بيعد تجربة فريدة بتجمع طبعاً بين الترفيه والتعليم والثقافة. الفعاليات الرياضية بنتكلم عنها كل يوم تقريباً، هي جزء لا يتجزأ من البرنامج المتنوع اللي يمكن بيهدف لإثراء الثقافة في المكان والأنشطة الاجتماعية المختلفة. عشان كده في اهتمام بمختلف الرياضات كمان، مش كرة القدم بس زي ما اتكلمنا، وزي ما في البادل وكمان أنشطة رياضية أخرى. في كمان موعد مع عشاء كرة السلة يوم الجمعة تحديدا في ماتش أساطير كرة السلة على ملعب سلام جام في مهرجان العلمين الجديدة. أكيد عشاء السلة هيستنوا الماتش، وهنتعرف أكتر على تفاصيل المباراة من الكابتن رامي إبراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. كابتن رامي مساء النور، برحب بيك وتعليقك على الفعاليات الرياضية المختلفة اللي شايفينها من بداية مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الحالية. شايف ان المهرجان نجح ان هو يقدم يعني ألعاب رياضية مختلفة يمكن أكتر من اللي شفناها السنة اللي فاتت؟ يا فندم طبعا المهرجان عامل ما شاء الله يعني حاجة مبهرة جدا الصراحة. مدينة العلمين كمان حاجة جميلة جدا، حاجة تشرف جدا للواحد يعني ان هو يبقى فخور كده وهو موجود في المكان، يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا. ليه اهتميتوا انه يكون في مشاركة من يعني اساطير كرة السلة في ماتش في العلمين الجديدة؟ شايف الفكرة ازاي؟ والله الفكرة يعني حاجة كويسة وحاجة جديدة ان هو الباسكت يبقى ليه دور اكبر في الموضوع. طبعا حضرتك عارفة مصر الكورة هي اللي واخدة كل الاهتمام وكل الحاجة، بس فالباسكت يتاخد يعني يتاخد صورة، تبقى حاجة برضو جديدة، الناس برضو تتعرف عن الباسكت أكثر، برضو العالمين النظر عليها كتير، فالموضوع يبقى في سبوت يعني على كرة السلة هناك، فيعني برضو الناس اللي هم الأساطير كرة السلة برضو يبقى ليهم دور في الموضوع، يتعرفوا أكتر. طبعا هم ناس جمال جدا وموجودين، بس انا قصدي يبقى الموضوع عليه مظبوط اكتر برضو. يعني في تجهيزات معينه هتكون للماتش، هيتلعب زي مباراه كره السله العاديه اللي بتتلعب في البطولات المختلفه بنفس الطريقه، ولا يمكن حاجه تتلائم مع طبيعه مهرجان العالمي؟ والله هو المفروض ان المهرجان يعني جايبين عاملين ميكس بين الناس القديمه والناس الجديده، فهو الموضوع هيبقى لحد دلوقتي هو الموضوع يعني ميكس كده، ان هو هيبقى زي حاجه ترفيهيه، حاجه شو، حاجه يوم رياضي، مش هيبقى مباراه يعني، فاهم قصدي؟ يعني خلاص اتحدد مين هيلعب في كل فريق من الفريقين؟ لا لسه ما اتحددش الصراحه، هو عاملين ميكس بين الناس القديمه اللي هي الاساطير اللي هم الناس الكبار بتوع كره السله القدام، وناس ميكس من اللعيبه الجداد وميكس من لعيبه المنتخب، فهم جايبين كل العناصر المتميزه في كره السله. يعني شايف ازاي الرياضات المختلفه اللي حرص مهرجان العالمين الجديده السنه دي على ان هو يعمل مباريات فيها، سواء مباريات اساطير الالعاب دي او مباريات تانية ممكن يشارك فيها اي حد من اللي بيجوا منطقه العالمين الجديده؟ والله هي فكره جديده، وان هم يقدروا يوصلوا يعني الفكره للعالمين، فدي حاجه تعتبر كويسه جدا، يعني ان هي اصلا ان الرياضه توصل للعالمين، ان هي كالعالمين كمنطقه ساحليه سياحيه ان هم يوصلوا لها بالملاعب ويقدروا ان الناس توصل لحد هناك وتمارس الرياضه في الوقت ده، فدي حاجه طبعا حاجه كويسه جدا. فيعني ان شاء الله يبقى يوم كويس ويبقى فكره كويسه، ويبقى المنظور كره السله اصلا يتطور برضو ويتغير، فان شاء الله يبقى يوم حلو يعني ونتبسط كلنا باذن الله. شايف ازاي ممكن المباراه دي تعمل على زياده شعبيه كره السله في مصر، خاصه كمان انها معموله في مكان مميز و يعني بشكل ترفيهي زي ما كنت بتقول اكتر؟ يعني ان شاء الله يبقى تزيد شعبيه كره السله، لان فعلا بدا الموضوع الجمهور ينسحب من الملاعب بطريقه ما يعني، هي طبعا موضوع التامين وموضوع الاتفاق مع اتحاد كره السله أكيد. الموضوع طبعا بيبقى صعب شويه، لكن برضو الجمهور حابب ان هو يروح، حابب ان هو يجي للملاعب، فان شاء الله يبقى يرجع تاني الجمهور للملاعب، والعشاق كره السله طبعا بالذات الاسكندرانيه يعني الاسكندريه طبعا يعني الجمهور كبير جدا في كره السله، بس برضو في نفس الوقت ان يعني
ان شاء الله يرجع الجمهور للملاعب تاني وتبقى بدايه سنه كويسه كده باذن الله على كره السله في مصر كلها. ان شاء الله نشوف مباراه متميزه ومشاركه كمان متميزه من كل كباتن كره السله في مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن رامي ابراهيم لاعب المنتخب الوطني لكره السله.